الجديد يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم مكملين بفقراتنا لليوم باستراحه الظهيره. وصلنا معكم لفقره خطار. اليوم ضيفتنا عازفه وايضا تمتلك صوت جميل جدا في الغناء. رح نتعرف على وعد رشيدات معنا داخل الاستديو، متى بدات بموهبتها وبالاضافه تفاصيل عديده حول مسيرتها الفنيه. مساء الخير وعد واهلا وسهلا فيك. مساء الورد، اهلا اهلا وسهلا فيك، نورتي لليوم. بدايه بشكركم على استضافتكم الي بهاي القناه وبهذا البرنامج، اهلا وسهلا وبرضه فيك. شكرا أستاذ يحيى اللي أتاح لي الفرصة، مدير فريق شلة اللي اهلا أتاح لي وسهلا الفرصة فيك، بإني أتواجد بهيك اهلا برنامج. وسهلا فيك، نورتي في وعد، وان شاء الله هيك يكون لقاء جميل واجواء لطيفه أكيد تكون عندك يا رب. يعني أكيد. وعد، بالبدايه احكي لنا عن بداياتك الفنيه، متى بداتي في العزف والغناء، واحكي لنا على شو هي الالات اللي بتعزفي عليها. بداية بلشت على مسارح المدرسة، يعني على عتبات المدارس في الطفولة، يعني تقريبا بعمر 11 سنة 10 سنوات ما شاء كنت الله. بغني بطريقة يعني عادية، كانوا المعلمات بيشجعوني، مديرتي بتشجعني. كان أول مرة ظهور إلي يعني مزبوط كان بالتلفزيون الأردني على نعم برنامج، مش متذكرة إيش اسم البرنامج، تمام. فكانت هاي بداياتي، كنت صف سادس، وبعدها بلشت تتطور معي يعني بالصف العاشر والأول حلو، ثانوي يعني انت كنت والتوجيهي. بداية مع العزف او الغناء؟ الغناء غناء، بداية، نعم. العزف بلش معي تقريبا من صف أول ثانوي، هيك لما صرت أطلع على مسارح المملكة ونلت يعني على عدة جوائز الحمد لله ما شاء الله عليكي، على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظة بوزارة التربية والتعليم. جميل جدا. وبالنسبة للعزف، إنه بعزف الأورج، يعني أكثر آلة بعزف فيها اللي هي الأورج، وبعد هيك الجيتار يعني بتقدري تحكي بيجي شوي خيار شوي. ثاني، خلينا نحكي. حلو، يعني اشتغلتي على موضوع انه تتدربي على آلات معينة، على موضوع الغناء ايضا بمعاهد معينة، ولا هو اجتهاد شخصي فقط منك؟ اجتهاد شخصي ومعلمة موسيقى حلو. كانت بالمدرسة فشجعتني على هذا الإشي. شاركت بمعهد لمدة شهرين وبعدها عشان كورونا سكر. انقطعتي. حلو كثير. طب مين الداعم الاساسي لك وعد في موضوع الغناء والعزف تحديدا، كونه احنا مجتمعات عربيه، بحس تواجد الانثى بشكل عام وايضا المحجبه تحديدا في مسارح الغناء نادر جدا. انا حاب اعرف بالضبط. مين اللي داعمك لتكوني متواجده فعلا بموهبتك واللي انت بتحبيه الاشي؟ بدايه الاهل، دائما البيئه الاولى حلو. للانسان اللي هي البيت. نعم. الاهل داعميني بهذا الموضوع، مستحيل اني احكي لهم مثلا عندي مسرح او عندي كذا وبعارضه ابدا. حلو، وحتى انه دعموني على فكره انه انا بدي اتعلم الالات الموسيقيه، جميل. فهم كانوا الدعم الاول بالنسبه لي. الدعم الثاني المدرسه والمعلمات ومديرتي، كان يعني هذول فعليا كان لهم دور كبير بحياتي، ابرزوني كثير حلو، بالمعنى. حلو صراحة الإنسان يلاقي حدا يدعم موهبته، حدا يقول له اكيد استمر، الطريق قدامك أكيد مليء في الصعاب والخطوات الصعبة، لكن طبعا أنت إذا كنت مصر رح توصل، صح وبدعم اللي حوالينا كمان رح نوصل. اكيد حابة نسمع إشي بصوتك وعد بالبداية. اكيد. بمحطتي الأخيرة اللي هي فريق شلة، على المسارح يعني نعم، إجمالا، كان آخر مسرح ب بالفترة الأخيرة. نعم، بالضبط. كان في مسرحية أتوقع هي ورد، ورد وكان إنه بالضبط، استضافة معهم كمان شباب المسرحية، نعم وكان في إلك أغنية في هذه المسرحية. بالضبط. حابين يلا سمعينا هذه الأغنية وبعدها رح نسمع أكيد أغاني أخرى إلك. قصة المسرحية كانت بتتحدث عن سرطان الثدي وهيك، فبعد ما اكتشفت الأنثى إصابتها بسرطان الثدي طلعت أنا وغنيت الأغنية. تفضلي. حلمي تحطم واختفى، والعزم فيه قلبي غفى، والدمع من عيني يسقط مرهفا. أملي تحطم في الصخور، والحزن أضحى بي يدور، واليأس يكتب نفسه بين السطور. الخوف قيد أضلعي، لم يبق لي شخص معي، وشعرت همسا خافتا في مسمعي، همس يقول إلى متى ستظل تغرق في البكا، قم نحو شمس الصبح لا غايم الشتاء. الله عليك، شو الصوت الدافي الحنون هذا، يعطيك العافية وعد. يعافيك يا يعني رب. صراحة
في هيك حنيه حلوه كثير بصوتك، ما شاء الله عليك، ربنا يعطيك الصحه والعافيه. يسعدك يا رب. يعني بداياتك في موضوع الغناء، ايش كنتي تغني؟ هلا مسارح قلتي لي بالمدرسه اكيد كانت احتفالات وطنيه اغلبها، بالضبط. والجانب ايضا كان الاناشيد، بتخيل كمان لها دور كانت في المدارس بالضبط. وجودها. اهتمامات وعد في الغناء بايش بتندرج؟ ايش الاشياء اللي بتحبي تغنيها؟ الالوان اللي بتحبي تكوني فعلا تجسديها من خلال الغناء؟ هسه كمسارح اغلب طلبات المسارح سواء بمدرسه او فرق تطوعية أو مسارح، نعم، بتكون يا وطني يا عن مشكلة معينة، مثلا زي مشكلة سرطان الثدي، نعم، أقرب مثال، المخدرات كذا، فأغلبها بتكون رسمية رسمية أو بتجسد فكرة أو فكرة توعية معينة. بجانب معين. بالضبط. بس الأغلب أغلب المسارح اللي أنا طلعتها كانت وطني. بس حلو فكرة المسرح، بتخيل الغناء على المسرح، بالضبط. وأيضا تجسيد أغنية في مسرحية بتعكس أحداث صح. وقصة المسرحية، يعني تجربة بتخيل جميلة وفي من وراها هيك هدف ومغزى جميل. أكيد. بداية كان في عندي رهبة من المسرح وهيك، بس مع التعويد إنه صار صح. أكيد أكيد موضوع عادي أكيد. بالنسبة وين إيش اللون اللي بتحبيه وبتلاقي نفسك فيه صراحة وعد، يعني بتحبي تغني في هذا الشيء؟ لي. الشيء اللي فيه عاطفة، بس للأمانة على المسارح ما عمري غنيته، ما دائما عمرك غنيتي؟ وطني. هو الوطني بميل له يعني بصراحة، بيجي بعد العاطفي، يعني أنا العاطفي أول إشي لأنه بحس يعني بإحساس، يعني بتعرفي الغنى إحساس، صح، فبحس إنه بطلع اللي جواتي فيه. كثير حلو. بس بعد هيك بيجي الوطني. بعد هيك الوطني. طيب شو بدك تسمعينا هلا؟ موطني؟ يا موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك، تبلغ سماك، موطني موطني. شو حلو، يعطيكي الف عافيه، يعطيكي ابدعتي يا وعد. يعني موضوع ان الواحد يستمر بخطواته الفنيه اكيد بحاجه انه يشتغل على نفسه بمعاهد التدريب، بتدريب صوته بشكل اكبر، خصوصا موهبه الغناء، وايضا العزف بيحتاج ايضا لتدريب بشكل اكبر. خططك في الايام الجاي كونه انت لساتك طالبه جامعيه، شو عم بتفكري؟ انتميتي للمسارح الجامعيه كمان، هلا في هاي موضوع ممكن يدعمك بفتره الجامعه، وما بعد الجامعه شو ناوي تعملي؟ بفتره الجامعه يعني تقريبا انا ما درست بالجامعه فصل ونص، وبعدها صار كله اونلاين، فما كورونا، اتاحت لي أزمة الفرصه انه انا يعني اتعرض، نعم، لمسارح. او بدايتها كان في بعض من الدكاتره انه يسمعوا صوتي بيحكوا لي انه لازم تروحي تقدمي على هيك شيء، وكان في دكتور يعني ناوي انه يقدم لي على مسارح الجامعه الاردنيه. نعم. انا بجامعه البلقاء، فهو نعم حكى لي انه مسارح الجامعه الاردنيه يعني مجالها اوسع ومتاحه. صحيح. بالضبط. بس سكرت هي ظروف الكورونا. صح. ما بعد الجامعة وهلأ إن شاء الله ما بعد الكورونا بيكون في عندك مساحة أكبر. ناوية تتخصصي في معهد مخصص للموسيقى؟ ناوية تجتهدي على الموضوع بطريقة إيش بتفكري؟ ناوية أميل لموضوع العزف أكثر من الغناء، يعني لأنه في دقة، في إشي حلو بالموضوع يعني. بالمقابل انه برضه في غناء بس ما عزف، بس الميول الاكثر يعني راح يكون للعزف. وان شاء الله احنا لقدام يعني مفكرين مع فريق شله انه المسارح تكون اكثر، افكارها اكثر، بعد ما ان شاء الله راح اسجل بمعهد اتعلم الجيتار، انه اصير اعزف الجهتين جيتار واورج، ولحتى انه اقدر اتمكن من اني انا
خلص اتمسك بالموهبه. مزبوط، جميل جدا صراحه. وانا صراحه بشجعك على موضوع المسرح، وحتى من خلال يعني فريقكم الجميل اللي انتم شكلينه، يعني ما شاء الله لمست في حس شبابي رائع وابداع جداً. بيناتكم جميعا في هيك كيمياء لطيفه صراحه بتجمع يعني فممثلين مع موهبتك مثل موهبه الغناء، حلو عن جد ترسخوا هذه الافكار. بالضبط، كتاب جميلين اجوا لنا من فريق شله. قد ايه يعني هذا الشيء بيساعد بانه انتم تنتجوا اعمال مسرحيه جميله، خصوصا بوقتنا الحالي؟ قديش احنا بحاجه شبابنا انه نكثف وجود المسرح في الوقت الحالي لحتى زياده او تسليط الضوء على ظواهر اجتماعيه موجوده في المجتمع. مين اللي داعم لك من الصعيد العائلي؟ وعد اكثر شخص بحب يسمع صوتك، دائما بقول لك وعد استمري، وعد انه قدامك اكيد مستقبل باهر. امي وابوي، يعني مش قادره، قاعد بفكر احكي امي وابوي. هم اثنين، هم اثنين. واختي بالعاده لما بقعد معها يلا غني لي، يلا غني لي. يعني في البيت تعملي لهم اجواء غنى؟ لا انا بستحي، ابوي وامي مستحيل، هيك بحس في رهبه. اختي اختي اوكي بقعد معها بغني عادي. يعني ان شاء الله يا رب هيك بتكون كل ايامك نجاحات باهره، ان شاء الله هيك توصلي للحلم اللي انت حابه توصلي له. بدي اختم باغنيه منك وعد، شو حابه تسمعينا؟ جزء من أغنية أردن وأرض العزم. وفدت طالبني بشعر لدنة سمراء لوحها الملام وذوب من أي أهل أنت؟ قالت ملء لا رفض ولم تغمد بكفهم الشاب. فعرفتها وعرفت نشأة أمة، فعرفتها وعرفت نشأة أمة ضربت على شرف فطابت مضربا. غنيتها 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 كل الطيور لها ضحى ويكون ليل، فالطيور إلى الخبا إلاك أنت فلا صباح ولا مساء إلا في يدك السلاح له نابا. الله الله عليك يا وعد، يعطيكي الف عافيه. طبعا هذا المقطع من اغنيه للسيده فيروز غنتها للاردن، يعطيكي الف عافيه يا رب. وصوت جميل جدا وحس جدا راقي وايضا فيه حنيه كبيره. وعد ارشادات نورتينا لليوم، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك كل الشكر، اهلا وسهلا.